مساء الخير. النهاردة هنعمل وصفة جديدة وهي المكرونة السباكيتي زي اللي بتتعمل في المطاعم بالظبط، وازاي يبقى كلها لونها احمر كده، وهنعملها بطريقة سهلة. اول حاجة هنا في حلة بتغلي على النار، حطيت فيها معلقة كبيرة ملح، وهنزل بالمكرونة اللي انا الحجم الكمية اللي انا عايزاها، هنزل بيها من غير ما اكسرها واسيبها لحد ما تتسلق مع نفسها. بعد كده في حلة تانية على النار حطيت فيها معلقتين من الزيت، هسيبهم يسخنوا شوية، وهنزل بحوالي 5 معالق من الصلصة. الصلصة دي متسبكة في البيت، والتوابل هنا ملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون، وهقلب كده كل ده في الصلصة، هقلبهم كويس جدا. هروح اشوف المكرونة. المكرونة هنا انا هخرجها من المية، يعني نص سوا مش سوا كامل، علشان لما اجي اقلبها في الصلصة ما تعجنش. هقلبها كده واسيبها دقيقتين تغلي كده مع الصلصة، وبعد كده كده خلصت خلاص. ده شكلها اهو بعد ما خلصت، متاخدش وقت اصلا وسهلة جداً.